أود العودة للمنزل، أريد أن أرى أصدقائي وعائلتي. وفي تلك اللحظة عاد إلى صدره كل الضوء الذي أخذه الحارس. هل استطاع روبرت الشعور ببعض الفرح للقاء أصدقاء عائلته؟ ما أعاد رجل الجبل الضوء إلى قلب روبرت، نبض قلبه بالحماس. وعندما استعاد الضوء من رجل القارب، بدأ روبرت يجري للقاء أصدقائه وعائلته. أمي، أبي، أنا آسف جداً. مرحباً روبرت. بني، لقد عدت. أو أنا سعيدة بعودتك. لقد عدت. أنا أعتذر لكم جميعاً. طمعي في الذهب أعمى بصيرتي. الآن أدرك أن السفر فائدة إن لم تكن أيضاً مصحوبة بالسعادة.